فما هي مكارم الله؟ انها الفضل والصلاح والمروءه، انها العدل والاحسان، انها الدين كله والخير كله. يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. ايها المسلمون، اعطاء الشعوب المسلمه حقها في العيش بحريه وامان خلق حسن، واستخراج الدول الكبرى لبلاد المسلمين وتقسيمها الى دويلات، والتدخل السافر في شؤونها لتحقيق مصالحهم السياسيه والاقتصاديه خلق سيء، ولا خلق ابشع من هذا الخلق على مر العصور. وما من خلق سيء الا معاده الضرر على اصحابه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. توجب عليهم أن يجمعوا رأيهم ويقولوا قولتهم بالحق.
مكارم الأخلاق ومحاسنها، واحذروا مساوئها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا عباد الله، تنتشر في المكتبات وبين بعض آيات الناس نسخ للقرآن الكريم مصورة عن طبعة المكتبة التوثيقية في القاهرة، وهذه النسخ صورت في مدينة القدس، وفيها صور ناقص عدد آياتها وصور غير مرتبة، فننبه المكتبات لكي لا تبيع هذه المصاحف، وننبه طلبة العلم والمسلمين عامة لكي لا يتداولوا هذه النسخ. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من طغى علينا، واقصد حوجاتنا، واجب دعواتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم احفظ القدس والأقصى من كيد الكائدين وطمع الطامعين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين، وأطلق سراح المأسورين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وابعثنا مسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا يا رب العالمين. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة. الله أكبر. بين شفرة الأولى